الشخصيات التي ساهمت بتحسين سمعة البلد. وما رأيت بالتقدير قمنا بعمل استطلاع إحصائي لأجل معرفة رأي الموريتانيين بذلك شخصية رشحناها للجائزة هي أحمد عبد الله نائب الأمين العام السابق للأمم المتحدة، والسيد إسماعيل الشيخ أحمد المبعوث السابق أيضا للأمم المتحدة في اليمن، والسيد سيدو الفتاح مدير البنك العربي للتنمية الدولية. وقد قمنا بالاستطلاع الذي شارك فيه أكثر من 1000 شخص، قدموا جميعهم حول شخصيات الكلام. كما قلنا بأخذ رأي بعض أعضاء لجنة الحكماء أن تعثر بعض لقاء بعضهم، لكن أغلبيتهم قدموا رأيهم في المرشح الثلاث. وبعد فوز الأصوات تبين أن الثلاثة الذين رشحناهم للأسف لم يحصلوا على النتيجة المطلوبة من أجل الحصول على الجائزة، ولذلك قررت المنظمة شكرا هذه السنة حجب جائزة شخصية العام. إذن الجائزة تم حجب الجائزة بسبب عدم وجود من استحقها حسب الاستطلاع لقادة المنظمة بتضييمها، ولذلك نتأسف على عدم وجود شخص ما